بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لأبي أمي أمهات المسلمين أجمعين. أهلا بكم ونادي كل الستات. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض. المفروض إن يكون اليوم الثالث، لكن إحنا المرة اللي فاتت أنا مش عايزة الفيديوهات تبقى طويلة عن 10 دقايق، تمام؟ أحسن ليكم وليا أنا كمان. فده يعتبر تكملة اليوم الثاني. خلينا نفكر إن إحنا أخدنا تحديد الأماكن الموجودة في البيت أو مفردات البيت، أو قلنا عليها جولة تعرف البيت بثلاث ألوان أساسيين، احمر واخضر واصفر، زي اشاره المرور كده بالظبط. سمينا المناطق اللي لونها احمر مناطق ارهابيه، وقلنا هنشتغل عليها نص ساعه في اليوم. نص ساعه بس؟ اه نص ساعه بس. طب لو انا عايز اشتغل اكتر مفيش مشكله خالص، حسب وقتك وظروفك. الحكايه كلها ان احنا بنعمل تقنيه كده بسيطه اسمها اشعال الديناميت الكسلان. يعني حد كسلان، لا ست انت سخنه، ديناميت، قنبله، قنبله نظافه وترويق وكل حاجه، بس ليه كسلانه شويه؟ فاحنا بنشغل حماس شوية. كان في سؤال، الرخامة دي من المناطق عندي الحمراء، هل كل يوم هخصص لها نص ساعة؟ لا، انا هبقى كده مش معقولة، لان انا لو بوصلها للمنظر ده كل يوم وكل يوم هتاخد مني نص ساعة، لا يبقى انا ما سمعتش النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها بتاعت الدقيقة التنظيمية. انا اخدت جبنة هرجعها، استخدمت مقص هشطفه مش هياخد وقت، ده مش مواعيد، وهيرجع في مكانه. نص ليمونة اتعصر خلاص هيترمي. كل الحاجات ديت، فمع الوقت ايدك ودماغك وعينيك هتتعود على الموضوع دوت. وقلنا النقط الصفرة ديت الاماكن اللي هي النص نص، زي مثلا مدخل باب الشقة، مكتب الولاد، احيانا المكتب بيبقى احمر على الاخر، حاجات كده طبعا بتختلف من بيت للتاني، تمام؟ ديت الاماكن ديت ممكن المها بسهوله، تمام؟ لكن انا لو سبتها هتبقى كارثه. زي برضو الغسيل اللي اول باول، انا سبته على الكرسي ماشي نص ساعه، ساعه، يوم، يومين، لكن اليومين ما هيتحول لاحمر اكيد، لان احط عليه غسل، دوره غسيل تانيه وتالته. فعلشان كده الوقت دوت بيفرق. قلنا نص ساعة للأماكن الحمراء وربع ساعة للأماكن البيضاء. نظام الترويق أصلا والتنظيف بيختلف من شخصية للتانية. في ناس بتحب تنظف من الداخل للخارج، يعني أنظف الدواليب من جوه تحت السرير والأعماق الأول، وبعد كده أنظف الأوضة من بره. نظام حلو قوي زي الفل، بيمشي مع ناس وناس لا. في ناس تاني بتحب تجيب العكس من بره لجوه، على اساس ان انا بره في حاجات كتير هبقى عايزه اشيلها في الدواليب وفي الخزائن، فلما ادخلها جوه تمام هبدا بقى اشوف الليله اللي جوه دي على بعضها. موضوع بقى تاخد قد ايه، دقيقه، 2، 10، دي برضو بتختلف من حد للتاني. طيب في كمان تنظيف افقي ورأسي، اللي هو انا مثلا هاخد اوضه على بعضها حالا بالا كده كلها على بعضها. الاوضه ديت اللي انا هاخد الستاير والنجف والحيطه والسجاجيد والدواليب او الاساس الموبيليا اللي فيها، هاخد الاوضه دي كلها هقعد فيها اسبوع 10 ايام، هقعد فيها زي ما هقعد، هكون خلصت الوحدة دي من البيت، تمام؟ وحدة كده ايه على بعضها. وفي ناس بتحب تاخد بشكل ايه رأسي كده، يعني ايه هاخد الستاير بتاعت البيت كلها يوم، هاخد السجاجيد سواء بقى هتغسلها في البيت او مغسله او اي حاجه يوم، الحيطان كلها مره واحده، الكراكيب، الخشب كله مره واحده هيتلمع، المفروشات مره واحده كلها تتشال. ودي برضو طريقه. كل ست، كل ربة بيت عارفة انهي الانسب لبيتها. يعني مثلا في ناس بتعتبر ان عشان اغسل الستاير كلها مرة واحدة دي فكرة كويسة جدا، واستريحت منه مرة واحدة وكله بقى نظيف، خاصة قبل الاعياد او قبل المناسبات اللي احنا هنعلق فيها ستاير نظيفة. وفي ناس بتحب لا تاخد الوحدة على بعضها تنظفها وتعملها. فكل شيخ وليه طريقة، بس انا حبيت اوضح لكم الطريقتين. طبعا بالنسبة للموظفين بيختلف عن ربة منزل، يبقى دي طريقة معانا للتنظيف، ودي برضو طريقة تانية. لما انا بقى بروق الكراكيب بتاعتي ديت او بروق البيت، عندي عناصر كده لازم ان انا ايه اراعيها. اول حاجة انا راعي عنصر النظرة، يعني وانا بنظف برتب الهدوم وخلاص وقررنا ان احنا هنستغنى وهنطبق تقنية ان اند اوت والكلام من ده. يعني ايه عنصر النظرة؟ يعني قطعة الملابس ديت انا مش هعرف اجيبها تاني. قطعة الملابس ديت عزيزة عليا نفسيا، مرتبطة بيها عاطفيا، دي نمرة 2. قطعة الملابس ديت انا مش هقدر اعوضها. ابقى نتكلم بقى عامة على الملابس، على ادوات منزلية، على اي حاجة. يبقى في الحالة ديت اراعي النقطة دوت، مش مفيش زيها كتير،
تمام، بعد والارتباط العاطفي بيها، وكمان ايه المعلومات اللي فيها. يعني ما ينفعش وانا برتب وبروق الاقي مثلا ورق وروشتات وسجلات طبيه وورق مثلا بتاع اجراءات قانونيه وكلام من دول، الورق ده بقى له كتير قوي يعني ملهوش لازمه فرميه. لا، لازم اشوف المعلومات اللي في الحاجه ديت انا محتاجاها ولا لا. عشان كده احنا في الاول قلنا احنا محتاجين فايلات، عشان هنرتب في الفايلات ديت حاجات كتير. احنا لسه معانا ملف الورق والدولاب وحاجات كتير جدا هنشتغل فيها ان شاء الله. طيب الجزء ده من الكراكيب بيأثر عليا ولا لا؟ الجزء الاحمر ده بيأثر عليا ولا لا؟ بيهدر لي وقتي، بيهدر لي فلوسي، بيأثر عليا عصبيا ولا لا؟ برضو دي من الحاجات اللي لازم اراعيها اثناء الترتيب بتاعي. طيب دلوقتي في نقطة كمان، دي الحاجات دي تخصني ولا لا؟ والنقطة دي بالذات عايزين نتوسع فيها شوية. الحاجات اللي بتخص الزوج، تمام، بيبقى عليها ايه، تكة كده واتكت على السين حبتين. طيب اعمل فيها ايه؟ انا اقول لكم تجربتي بس محدش يقولها لزوجي. مثلا كان محتفظ بالكتب بتاعة الجامعة بتاعته وشهادات وكلام من ده وحاجات كتيرة قوي. قعدت ايه، طبعا اول الزواج البيت فاضي، في اماكن كتير فاضيه، فحطينا في رف في الدولاب، طب في المكتبه رفين، طب مش عارفه ايه. طب سنه عدت ورا التانيه ورا التانيه ما بيسالش عليهم، بدات اسرب من الحاجات دي ايه تدريجيا، حبه بحبه بحبه بحبه، لغايه في مره بقى بعد كام سنه زواج كده سال، كان في كتب، انا فاكر ان انا كان عندي كتب. طب انت اصلا مش هتحتاج الكتب دي، لان الكتب دي خلاص المراجع دي بقت عتيقه، عفى عنها الزمان، الحاجات ديت موجوده على الانترنت، فانا اقدر يبقى عندي بديل ليها. عشان كده بنقول واحنا بنرتب لازم نبقى عارفين المعلومات اللي بتحتويها الحاجه ديت هنحتاجها تاني ولا لا. ما تعملناش الله يكرمكم مشاكل مع ازواجنا، تمام. مثلا الاسلاك، الكابلات القديمه بتاعه الوصلات الانترنت، والكابلات بتاعه الموبايلات، والاذرعه البلاي ستيشن، والحاجات ديت نجمع بقى كده وناخد وقتنا شويه كده ونجربهم، نحط قصاد الامر الواقع. جربهم يا حاج، شغالين هنخليهم، مش شغالين احنا هنرميهم. صمم دماغه قالك لا خليهم، هتبدأي برضه يتصربي حتة في التانية كده، اكيد يعني مش هيشغلوه كتير. تمام، يعني ربنا يستر عليكم وعلينا. اهم حاجة بقى في القوانين بتاعة الترتيب، انا افرز الحاجة وفقا للفئة بتاعتها هي، يعني للنوع الحاجة اللي انا بفرزها ده ايه، مش في مكانها. يعني ايه؟ يعني انا هفرز الكتب، عندي كتب في المكتبة وكتب في اوضة النوم مثلا، وعندي كتب في اوضة الاولاد، بتكلم على الكتب بتاعة القراءة العامة مش كتب الدراسية، تمام. يبقى انا هفرز الكتب عامة كلها مرة واحدة. انا محتاجة ايه، انا اقدر اتبرع بايه، ايه اللي انا ممكن اعيره لحد، تمام، عشان ابقى عملت حوار الكتب ده كله مره واحده. هاجي هفرز الهدوم، يبقى هطلع الهدوم بقى كلها صيفي وشتوي مع بعضها في الموسم بتاعها، واشوف الهدوم دي كلها مره واحده محتاجه منها ايه وكده. ليه؟ عشان انا لو فرست واشتغلت تبعا للغرفه غرفه او مكان مكان، اخلص الكتب وهنسى الكتب دي كانت هنا ايه، وبعد كده ارجع اعمل كتب تاني، هستغنى عن حاجات كان فلان محتاجها، هعمل احط حاجه هنا وبعد كده ارجع ارجعها تاني. لا، احنا مش عايزين الموضوع ده خالص. طيب وبرده هحدد الهدف بتاعي من الحوار دوت، من قوانين من الترتيب. يعني ايه هحدد الهدف؟ انا الهدف المره دي التخلص، ونعمل مينيمايز كده للحاجه، تقلص للحاجات بتاعتنا، ولا انا بمسح واحطها زي ما هي عشان اشوف مجهود اللي انا هبذله قد ايه والايام اللي هحتاجها قد ايه. بلاش نعتمد على المنظمات، بلاش نعتمد على المنظمات دلوقتي، بقى في منظمات لكل منظمات للهواء، لكل حاجه لها منظمات. بس مع الوقت احنا بنلاقي ان بقى عندنا كميه منظمات محتاجه تتنظم، هي نفسها محتاجه تتنظم، فبلاش الشره لشراء المنظمات. لان اهالينا زمان كانوا بينظفوا وبينظموا الحاجه ويبقى شكلها حلو ومريح للعين من غير كميه المنظمات دي كلها. بلاش نتخدع في الفيديوز والبلوجرز التركيين والحاجات ديت، هو ده الشو بتاعهم دوت عشان لفتوا نظرك عشان انتي تشتري وتشتغلي وتعملي، وهي الحاجة ممكن تتقضى بأبسط الإمكانيات، تمام كده. بقى نقطة واحدة بس معانا اسمها مشاريع العشر دقايق. يعني ايه مشاريع العشر دقايق؟ يعني انا هاخد صفحة في الكشكول بتاعي وهكتب فيها الحاجات اللي ممكن تخلص في عشر دقايق بس، تمام. ايه اللي هيحصل لعشر دقايق دول؟ هنجز فيها حاجة على بعضها، دي نقطة. النقطة التانية، ممكن الحاجات دي تكون برضو من الحاجة المهام المؤجلة بالنسبة لي، ممكن تكون نقطة حمراء أو صفراء وبرضو هتاخد عشر دقايق بس، يبقى أكون مركزة عليها أن أنا كل يوم هعمل النقطة دي. وخلينا نضيف حاجة مهمة قوي، خلي العشر دقايق دول في الأول ليكي أنتي. ممكن برضو تختاري مجموعة من الفيديوهات تكون وقتها عشر دقايق، كل يوم هشغل فيديو واحد هيحفزني، يديني طاقة، أتعلم منه كلمتين إنجليزي، أتعلم منه كلمتين تركي، أتعلم منه طبخة جديدة، أتعلم منه أي تقنية تساعدني ان انا اطور حياتي وبيتي. طيب
الختام بتاعنا بقى ايه؟ ازاي انا هشغل اصلا الديناميت الكسلان ده يا مدام مروه اللي انت بتقولي لنا عليه؟ حاجه بسيطه جدا جدا، هسال نفسي كام سؤال. انا قاعده هنا بعمل ايه والمفروض اعمل ايه؟ ولو عملت ده هحس بايه؟ ولو ما عملتهوش هحس بايه؟ 4 اسئله بس. يعني فليكن انا كشخص قاعد دلوقتي ما بعملش اي حاجه خالص، ماسكه الموبايل عماله سكرول فيه على الفاضي، المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا اقوم اظبط الغدا بتاعي عشان الاولاد لما يجوا من المدرسه يلاقوا اكل، زوجي لما يجي من الشغل يلاقي اكل جاهز، احتياطي عشان لو حصلت اي حاجه. طيب لو انا عملت دوت احس بايه؟ احس بالنعمه وهقدر قيمه الوقت وهقدر قيمه الحياه الزوجيه اللي ربنا اداها لي ومن عليا بيها. طب لو انا ما عملتوش احس بالتقصير، هيجي الولاد هبقى حاسه بالذنب، لسه انا هعمل اكل وكده هبقى حاسه بكربكه في وقتي ودوت هينعكس عليا في العصبية معاهم. قيسي بقى على كده القنبلة ديت او ال4 اسئلة السحريين دول هيفرقوا معاكي جدا 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 في احساسك بقيمة الوقت وتقديره وقيمة الحاجة اللي انتي بتعمليها. مستمر معانا الواجب بتاعنا زي ما هو، الحوض نظيف ومتشطب ومغسول قبل ما ننام، مش هتك على نقطة التنشيف، انا شخصيا مش بنشفه، بس لازم الرخامة بتاعت الحواليه تكون نظيفة ومتنشفة هي كمان، تمام. معانا طبعا ال3 الوان بتوعنا شغالين عليهم كل يوم، وضفنا عليهم كمان مشاريع ال10 دقايق، وقلنا مشاريع ال10 دقايق ممكن تكون حاجة من ضمن الألوان. هننظف جهاز من الأجهزة المنزلية، خلاط، كبة، أي حاجة. نشوفكم على خير، ما تنسوناش من صالح دعاكم. سلام عليكم.